ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولولنا في الكومنتات على أفكار جديدة عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجاية. يلا بينا نشوف، يلا بينا نشوف. دلوقتي هلعب معاكم لعبة، اللعبة دي اسمها ما تقولش لأ. سألك أسئلة كتير قوي، ما تقولش كلمة لأ دي خالص، ما تقولش برضه على كل حاجة، ورد يكون في ثانيتين أو 3 ثواني بالكتير. تمام؟ عندك كام سنة؟ 27. مش 29؟ 27. مش 29 يعني؟ 27. عارف عبد الله تركي؟ لا معرفوش. ولا اسحب واحد من دول. افتح 5 جنيه 10 جنيه هاخد التذكار منك. مكتوب عليه، مكتوب عليه يا اسطى، خد مكتوب على الجنيه. اميره كايرو ميديا. انا مديلك علي. ايه؟ انا مديلك علي. انت مديلي عليه؟ والله لا اخده منك. اسمك ايه؟ احمد. مش محمد؟ لا احمد. اسحب ورقه وريني. لا دي ورقه ما فيهاش فلوس. لا ماليش فيه. احنا مالنا فيه؟ انت بتبص للي فيه غيرك ليه؟ شرط شرط تنفذ اللي فيها. تنفذ اللي فيها؟ اه عافيه يعني؟ ناخد ورقه. يلا اقف. عادي انا كده كده فاشل اصلا. إيه؟ فعلا انا فاشل عادي. تعالى تعالى هنا. انا فاشل. نص الشارع. هتختلف معاك خطوتين دول؟ انا فاشل. اكتر من كده بقى. صوت قول انا فاشل. انا فاشل. اسمك ايه؟ محمد. احمد؟ هنداوي. احمد؟ هنداوي. عارف عبد الله تركي؟ عارف. بيعمل ايه ده؟ معرفوش. اي حاجه. هو بيعمل ايه عبد الله تركي؟ ايش والله الله يطلعه بالسلامه يا جدعان. ان ده طالع لعبد الله الضباع مش التركي. عارف اغنية بيبي تشارك؟ بيبي تشارك بغنيها؟ تامر حسني بغنيها؟ لا مش هغنيها. انت عارف بيبي شارك؟ خلاص قلت لا. انت كده خسرت. اسحب اوي. يا رب يعني لا 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 يا رب يطلع اللي في بالي يعني. ده ورقة من غير ما افتحه اهو. انت اشمعنى انت اللي طلع معاك؟ مرزة. انا مرزة. افتح اول شات عندك. اوبا. ايوه. لا 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 استنى استنى. اول كنت بكلمك قبل ما تنزل. ايوه ايوه ايوه. ده اول شات. اه وقول ايه اخر رساله. اه اول اخر رساله كمان. اول شات بس. ايوه كفايه. اول شات. افتح اول شات عندك. هيصوروا؟ اه لا اكيد مش هيصوروا. مش هيصوروا. هتوريه يعني ولا ايه؟ قول مين اول واحد. افتح بقى كده. انا هو كان بيكلمني. كنت بكلمه قبل ما انزل. طب وريني. انا عايز اعرف كنت بتقول. امسكي كده. انت عايز اعرف انت بتقول ايه. مش فاكر مين. استنى استنى. انا بص مش تقرش في الشات بس. جروب. بصي جروب كنا بنضحك. ايوه بتقولي بقى في بقى عشان انا. انت بتمزح حاجه. الموضوع فايتني. لا ده شات. شوف اه ده الشات بتاعنا. وانت داخل تشتري ايه دي؟ مش شايف. ايه؟ بقول له انت داخل تشتري معليات ومش عايز صاحب المحل يقطع عليك. يعني ايه معليات؟ المهم يعني. عندك كام سنة؟ 20. مش 19؟ ها؟ مش 19؟ لا 20. انت كده خسران. ها؟ افتحوا كده شوف فيه. في حياد عضل. اسحب. اسحب افتحوا. الشحات احسن مني. كبالك عليه اسمي وكايرو ميديا. انا مش فاهم برضه. بس انت كده كسبت معانا جنيه خالص. انا كمان كسبت جنيه. جنيه؟ لا كتير قوي والله. اسمك ايه؟ فارس. مش محمد؟ اه. مش هقول لك لا. عندك كام سنه؟ 8. مش 9؟ مش لا مش عندي 9. عارف عبد الله التركي؟ بتاع تيك توك. معرفوش. عارف عمرو دياب؟ اه. طب غنى اغنية بيبي تشارك؟ معرفش. عارف اغنية بيبي تشارك؟ انا عارفها. مين غنى؟ آه ما اعرفش والله. طب قول لي حتة بقى منها. بيبي شارك دودرو. عشان يعني ما اعرفهاش. عندك كم اخ؟ 2. مش ولد وبنت؟ اه. بنتين؟ لا. انت كده بقى خسران. بص معايا دلوقتي اظرف. اسحب واحد بس منهم، اي واحد يعجبك وافتحه شوف في ايه. ماشي اسحب واحد. ايوه افتحه بقى.
ظرف في نص الشارع واقول بصوت عالي انا ايه؟ انا ايه؟ فيشل. اقف في نص الشارع دلوقتي اقول انا فيشل بصوت عالي قوي. لا والله ما يصير. انا فيشل. لا لا بصوت عالي. لا والله والله ما هتحصل. اسمك ايه؟ اسمي احمد عادل. محمد؟ احمد عادل. عارف عبد الله التركي؟ لا. خسران. اسحب واحده مني. أميرة كايرو مدي. انا مدي لك حد. خسران عشان خسران كده كسبت جنيه. جنيه بس؟ انت خسران. انا خسران وكسبت؟ ايه العظمه دي؟ اسمك ايه بقى؟ مصطفى. مش محمد؟ مش محمد. عندك كم سنة؟ 10. كم؟ 10. مش 9؟ مش 9. عارف عبد الله التركي؟ تركي شيء. ايه؟ ايه؟ معرفوش. بتاع تيك توك؟ معرفوش. عارف اغنية بيبي تشارك؟ مين غناها؟ معرفش. طب عارف تامر حسني؟ معرف. هو اللي غناها؟ لا مش هو. كده خسران. اسحب بقى واحد منه. بقولك ولد ماشي في الشارع. شوف ولد دلوقتي وروح عكسه. تقول له ايه اصلا؟ عكسه تقول له ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا. ولد ولا مش ولد؟ ايه؟ لا عكس ولد ماشي دلوقتي في الشارع. مكتوب فيها مش شغل؟ خد الورقة دي؟ شوف اي ولد دلوقتي ماشي وعكسه هتقول له ايه اصلا؟ هتعكس ولا بتعكس البنت ازاي؟ ما بعكسش. قول له انت يا امر انت اي حاجه هات رقمك كده. موافق؟ ماشي؟ استنى بقى ولد يعدي تقول له انت يا امر انت او انت يا عسل. بص اغمزه كده اهو قول له انت يا عسل كده. لا يلا خد بص كده هو اغمز له قول له انت يا عسل كده. الولد ابو مش هينفع بقى بنات. اسمك ايه؟ مصطفى شوقي. اسمك ايه؟ مصطفى شوقي. احمد؟ مصطفى. مش احمد؟ يعني تقريبا. عادي ايه؟ عادي احمد؟ امشيها احمد؟ ايه؟ مش هتفرق كلها اسماء رسميه. طيب ماشي. عندك كام سنه؟ يعني لسه 21. 22؟ ايه؟ 22؟ عادي 17 يبقى 22. في كام في سنه كام جامعه؟ رابعه. في كليه ايه؟ تجاره انجلش. ايه ده؟ يعني مش فارق كتير. لا ما تقولش كده رد. ايه؟ رد عليا. ادب؟ ادب؟ عادي بروح عادي. انت في كليه ادب؟ ايه؟ انت في كليه ادب؟ ما في نفس الجامعه يعني جامعه جنب تجاره جنب اداب. عادي يعني. عندك كم اخ واخت؟ والله في كتير يعني بس مش مسكر قوي. كم واحد مامتك مخلفه وباباك كم واحد؟ ثلاثه بنات وفي حته صغيره كده غيري دخلني الجيش يعني وكده. يعني اربع اخوات؟ خمسة؟ أنا الخامس. أنت كده ستة يعني؟ خمسة. ستة؟ عارف عبد الله التركي؟ إيه؟ عبد الله التركي، تيك توكر. عبد الله توتي؟ عارف عبد الله بس توتي؟ لا أعلم. عارف عبد الله بس مش عارف التركي؟ لا. خسرت. اسحب واحد من دول عشان أنت خسران. ماشي. مكتوب فيها ايه؟ هو ندى على واحد يعني. ندى على واحد؟ كابتن 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 معلش معلش تعال. خلاص نزيع؟ زيها مش عادي.